السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء طلبت كلية الصيدلة جامعة جابر بن حيان الطبية، نتواصل وياكم بسلسلة محاضراتنا لمادة العقاقير والنباتات الطبية. طبعا إذا صار قطع بالصوت أو قطع بالإنترنت، طيبة أو فاضل علي أو أي شخص من زملائكم يعني يتصلوا وياي خبرني. إذن نبلش بالفور لكتشر، المحاضرة رقم 4 بمادة العقاقير. منو باللي شنو أخذنا بالمحاضرة السابقة؟ شنو المحاضرة السابقة شو تناولنا بيها؟ زين، طرق الاستخلاص وبعد. زين، فاضل علي الايض المن نقسمه كم نوع؟ اخذناه بالمحاضرة السابقة يا فاضل الايض. جيد زهراء، زين. من يعطيني فد نقطتين فرق ما بين البرايمري والسكندري؟ من حافظهم؟ الصوت بيقطع. فاضل يقول المهم، فأخذنا بالمحاضرة السابقة method of extraction، وأخذنا primary metabolite، وأخذنا secondary metabolite، وأخذنا شنو main differences between primary والsecondary. زين، يعني المفروض المحاضرة أنت فاهميها حتى لا تتكدس، وعرفنا شنو التفاعلات في ظل الضوء وفي ظل الظلام، وشنو اللي ينتج بالضوء وشنو اللي ينتج بالظلام. زين، إذا نتواصل وياكم في مادة العقاقير. شوف، راح ناخذ هسه بهاي المحاضرة رقم 4 Protection of Growth Drug، بين قوسين يعني هاي المصطلح نسميه Collection، Collection Drying and Storage. يعني أنت فرضا يعني صيدلاني أخذوك بغابة أو أخذوك بمنطقة زراعية، عيابة، وقالوا لك نريد مثلا فت 4 أصناف من هذه النباتات، نريد تجمع لنا إياها، صح لو لا؟ سوري، 4 أصناف من هاي النباتات مثلا A و B و C، ليكون مثلا ديجيتاليس، ليكون مثلا البيبرمنت النعناع. زين زين، قالوا لك احنا نريد تجمع لنا اياهن، زين، حتى نسوي اكستراكشن، نستخلص الماده الفعاله، صح لو لا؟ زين، فانت تكون يعني ذو خبره ودرايه بحيث شلون تجمع هذه المواد. يعني انت اذا قالوا لك روح جيب لنا النعناع، خلاص مو تروح بعز الظهر بالشمس عيابه وتقطف النعناع، صح لو لا؟ زين، او انت تروح هب هزار وتجيب لنا الديجيتاليس بارفوريا، النبته مالتها اللي بها ديجوكسين، صح لو لا؟ اكو نباتات سامه يعني تكون تتعامل وياها بحذر، صح لو لا؟ اكو نباتات بها فت اكتف انجريدينت بموسم معين، انت تكون تعرف هذا الموسم ايش وقت يصير. مثلا عندنا الاوبيوم الخشخاش، قلنا ايش وقت ما النبته تورد، زين، ويصير بها او ورود تنضج، ها، وراح يصير شق بالكبسول ويصير نضح بالماده الفعاله، فانت تكون تعرف ايش وقت النضوج مالتها، مو تروح وتجيب لي اياها وتطلع ما بها اكتف انجريدينت، صح لو لا؟ او الاكتف انجريدينت بعدها ما ناضجه. زين، انت من تجيبها لازم تحفظها، تحفظها مثلا زين كونتينر معين، زين، وهذا الكونتينر يكون مناسب حتى بعدين تسوي له اكستراكشن استخلاص وتطلع الماده الفعاله. فذني الخطوات المفروض انت تقول في على درايه. نعم، دا اسجل المحاضره، زين، تكون على درايه بها. زين، اذا هاي المراحل شو تمر او منين تتكون؟ كولكشن مرحله الجمع، بعدين الدراينج
إذن الكولكشن لها ظروف، الدراينج لها ظروف، and last storage والستورج. إن شاء الله حرفع صوتي، ظاهر الصوت يعني معروف زين. إذن we start about the collection of drawings. شوف يقول the plant part. شوف ال part ليش part؟ لأن مو كل النبتة بها active ingredient، احتمال فقط الجذور يقصد أو فقط الأوراد، يعني جزء من النبتة اللي أنت تعرف أنه الأكتيف إنجريدينت موجود بهذا الجزء، صح لو لا؟ which used for treatment of a certain disease are collects from cultivated plants. يعني أنت النبتة اللي زارعها ومهتم بها زين in the firm by means of a skilled worker. يعني شوف احنا نحتاج عمال ماهرين. شو وقت نحتاج عمال ماهرين او مزارعين ماهرين؟ as in case of belladonna. ليش؟ لان البلدونة خطرة زين، انت جوز تتعامل وياها راح مثلا يعني تطلع الاكتيف انجريدينت من النبات زين، احتمال يعني تلمسها تخليها على عينك، صح لو لا؟ اذا على عينك ايش راح يصير اذا خليت البلدونة؟ ها من يقول لي؟ يلا بلدونة انت رحت وما عندك خبرة وقطبت البلدونة وقلت لها هيك بيدك، بعد شو يصير؟ من هي تتوسع؟ لا بلدونة ماخذينها اتروبا بلدونة. جيد جيد العين جيد يا دعاء عقيل، تتوسع. وعباس حدقة العين محمد جيد، تتوسع حدقة العين زين. انت تعال روح جيب قطرات وروح للطبيب، فانت المفروض من ديجيتالس، ايضا ديجيتالس خطر، فانت تكون يعني يقول لك المزارع او اي شخص اذا صيدلاني كلفنا يكون ملم بهذا يعني بهذه الادويه او هاي النباتات. ديجيتالس ايضا على عضله القلب، and سينكونا بلانت وايل اذر دراج. اكو بعض الادويه يعني ما تحتاج ذيش الخبره، وان نجيب شخص مزارع وعنده خبرة أو تجيب صيدلاني متمكن وملم زين. بعض النباتات مثل ايش؟ البلاك بابر زين وغيرها. يقول collect by an skilled worker، يعني مو إلا عنده خبرة ودراية زين. شوف هسه راح نجي إلى الكولكشن. The collection process affected by some important. أنت إذا تريد تجمع مثلا خلينا نقول البيبرمنت النعناع أو تجمع الديجيتالس، هاي الطرق الكولكشن تتأثر بالسيزون أوف ذا كولكشن أوف ذا بلانت. الفصل وين تروح؟ بالصيف بالشتاء صح لو لا؟ شو وقت؟ تعرفه البلانت ايج عمر النبات، بداية تروح القطفة احتمال بالبداية ماكو أكتيف إنجريدينت، بعدها مناضجة، تروح بالنص تروح بالنهاية. ديلي وذر انت صح عرفت تروح بالشتاء وعرفت تروح ورا سنتين حتى تقطف النبات، بس ايش وقت تروح؟ تروح في الظل بس يعني الصبح، تروح العصر صح لو لا؟ زين the age of the physiological maturity of the plant part use. اذن هاي النقاط كلش مهمة يجب ان نتبعها اثناء عملية الكولكشن. شوف راح ناخذ هسه اكزامبل. شوف الكوتشيكوم بلانت هذا نبات كلام، يقول بالصيف بالصيف يحوي على تراكيز عالية من مادة الكوتشيسين، كلش تراكيز عالية، ويقول هي عبارة عن مادة سامة poisonous while during winter and spring يعني الفصل الشتاء والربيع. يقول هذا المركب يختفي تقل تراكيزه صح، and for this reason the collection of this plant or combs in winter and spring used for eating. صح لو لا؟ اذا بالبداية الكولشيكم يحوي على تراكيز عالية منين؟ من مركب سام، طبعا هذا عبارة عن مركب سام تراكيز عالية اسمه الكولشيسين. طبعا الكولشيسين هسه حاليا جاي يستخدمونه as drug. drug شنو؟ بتراكيز معينة قليلة. شايفين الكولتشيسين؟ لو ما شايفينه بالصيدلية، من اللي يشتغل بالصيدلية وشايف الكولتشيسين؟ جيد يا ياس بعد
بعدكم بالاول شويه ما عم مشتغلين جزء بصيدليات او بالثاني العفو. بعد من شايف الكوتشيسين الموجود بالصيدليه وشنو موجود سيراب او تابلت شنو؟ يلا هسه على الاقل قول يا ما شايفينه بس يا شايفه. محمد علي، محمد موسى، مريم رسول. لو اذا موجود تاب ويستخدم لداء النقرس، والميكانيزم يقولون هو يتداخل الى علاقه بالدي ان اي خيوط المغزل، وسوالف طويله. طبعا هسه اكو بحوث بعض الاطباء هنا بالنجف، بعض الاطباء بالنجف يستخدمونه لعلاج الكوفيد 19، يستخدمون العلاج الكوفيد 19. انا من صار بيه كوفيد 19 دكتور سامر قال لي اخذ كوتشيسين، بس ما اخذته لان ادري بيه ما يشتغل، فعفته بصراحه. زين، اذا بعض النباتات تحوي على تراكيز عاليه، واحتمال تكون تراكيز عاليه من هذا الاكتيف انجريدينت مثل الكوتشيسين، ولهذا احنا نختار الفصل المناسب حتى نجمعها. شوف عندك مثال الثاني، البيبرمنت والايوكاليبتوز سبيرمنت بلانت during spring season they contain high concentration of volatile oil. طبعا while during summer we find that concentration of these oil become lower. ليش؟ ليش بالشتاء نشوف انه الكاليبتوز بالايوكاليبتوز بكميات عالية بالشتاء بينما بالصيف يكون قليل؟ ليش يا أيمن؟ إذا بسبب جيد، شوف شوف الجواب. أكو زينب قالت شكل بسبب الرطوبة زهراء لؤي، وزينب قالت التبخر. يعني احنا شوف تكون يعني اثنيناتهم صح، بس إذا أردت نقيم إيفابوريت خلينا نقول بالصيف الجو حار، فهذه النباتات بها زيوت طياره، فراح يصير بها ايفابوريشن، احتمال حتى تلقى الورقه مالتها يابسه، ما بها اني فولاتايل اويل، ما بها اني اويل. شوف هذا الفرق. شوف الاكزامبل نمبر 3، رباب. رباب رباب كونتين انثرانول. شوف هذا شنو انثرانول؟ كحول الدهايد فينول. يلا جماعه العضويه وينهم الشطار؟ زين، يقول دريفيتيف هذا وين موجود؟ موجود بالرباب. الرباب هو عباره عن نبته تحوي على هذا المركب، هذا المركب هو عباره عن الانثراكوينون. زين، يعتبر شلون جماعه السنه ماده ملينه، بس ما يستخدمونه لان يسوي ريتيشن المن للجي اي تي، ان شاء الله ناخذها بالكورس الثاني. زين، يعتبر از اكتيف كونستيتيوانت، اكتيف كونستيتيوانت. شوف in winter on the arrival of summer يعني في ارتفاع درجة الحرارة بالصيف، زين، are converted by oxidation. لمن يتحول؟ للأنثراكوينون، صح لو لا؟ يتحول إلى الأنثراكوينون. فأنت كنت تعرف إذا تريد رباب إيش وقت تروح الجمعة، الجمعة إيش وقت؟ مو الجمعة جمعة خميس، لا أقصد جمع الجمعة شو وقت بالصيف لو بالشتاء. شوف هنا احتمال، يعني انت افهم السؤال، يعني اقول لك if we I need to collect the rhubarb during the summer to obtain anthraquinone. شوف شوف السؤال، I need or I wish to obtain or collect the rhubarb during the summer to obtain high amount of the anthraquinone. True or false؟ جيد جيد يا شهد، شهد بس عندنا شهد فاضل. انت شوف السؤال، ليش false true؟ بالكم انتو، بالكم مو يمي. شوف صيغة السؤال شلون قلبت لك اياها انا. زين، لا ما عيد يا رقيه، اسئله اسئله طيبه جاوبتها صح. وبعد منو عندنا؟ العفو، وعندنا زينب احمد جاوبت صح،
وعندنا شهد جاوبت صح جوابها، والبقية أعتقد كلهم جاوبوا خطأ. عبارة صحيحة، عبارة صحيحة. أنا إيش قلت؟ I need to collect the rhubarb during the summer صيف to obtain high amount of anthraquinone. صحيح، أنا راح أحصل على كميات هائلة من الأنثراكوينون، أحتاج هذا الأنثراكوينون خلال فصل الصيف. ها انتهت، عبارة صحيحة. زين، إذن هسه نتحول إلى السلايد اللي بعده. شوف السنكونة تري possess high concentration of alkaloid سنكونة or سنكونين in their bark when they are collected within يعني من 6 إلى 9 أشهر. شوف العمر، هنا أخذنا النقطة الثانية الـ age. إذا أنت تريد تحصل على كميات عائلة سوري كميات هائلة من السنكونين الموجود بالسنكونة، شو وقت تروح؟ تروح بعد فترة زمنية، يعني يكون تأخذ لك شخص ويقدر لك عمر النبات. إذا قال لك هذا عمر النبات السنكونة 5 سنوات أو 6 سنوات، زين 6 سنوات أو أقل 4 سنوات، أنت ما راح تستفاد. ليش؟ أنا راح أشوف تراكيز قليلة من السنكونين، ولهذا تنصحه تقول له لا، أنا هاي النبتة أعرفها أنه تتأثر بالعمر، المادة الفعالة أحتاج بعد فترة زمنية 7 سنوات 8 سنوات حتى احصل كميات هائله من عندها. شوف the bark of cinnamon plant can be collected when the plant become، ايضا شوف العمر 8 سنوات. شنو السينامون؟ من يقول لي؟ القرفه. لا طبعا، حتى احنا نحتاج انه النبته تكون كبيره وبعدين تبدي يابس القلف او اللحاء مالتها حتى نستفاد من عندها، لكن هي اذا بعدها صغيرة في العمر اللحاء والاكتف انجريدينت الموجود بعد ما مكتمل، فما راح نستفاد فيما لو اجمعنا تحت عمر 6 أو 5 أو 4 years. زين، شوف الاكزامبل الثالث. البيبرمنت contain high proportion of شنو؟ بوليغون type of volatile oil. هيابا وياي اليوم احسكم مو نشطين، اليوم مو نشطين اليوم. إذن البابرمنت contain highly proportion of polygon a type of volatile oils. شوف شو وقت بال young plant. This a volatile oil and its properties will change، راح تتغير، and replaced by other volatile oil when the plant become mature. شوف هنا شو يقول، يقول properties will change and replaced by other volatile oil. يعني شنو replaced by other volatile oil؟ من يفسر لي مثلا؟ يعني احنا عندنا volatile oil وبعدين يتغير. لا، اكو فرق استبدال واكو فرق تغيير يا غدير. شوف يقول replaced. جيد، شوف اكو فرق بين replaced و change. هذا يكون change and replaced. جيد، من يعني يفسر لي؟ هي بعيدة طبعا شوية السالفة، بس اذا اريد نربطها يعني شلون السيز والترانس والستريوكيمستري الستركشر ما راح يقومون الفولاتايل اويل كله راح يتغير 100% بالستركشر، لا راح يصير بيه تحوير. يعني العمر مال النبات، من يكبر النبات راح مثلا الرطوبة تقل، التفاعلات تقل، الانزيمات تكثر، فراح يتغير الستركشر مالته هذا الفولاتايل اويل. راح اما يفقد فت اتش، تنضاف للسي اتش 3، يعني راح يصير عملية ستيريوكيمستري تشينج، ها، وراح يتغير الى فولاتايل اويل من نوع ثاني. جيد، شوف هسه راح ناخذ فاكتور 3 ديلي وذر، يعني الطقس اليومي. ما جاي اقول لك انا شنو الفرق مال الديلي وذر، شنو شو يقصد بيها يعني؟ يلا من يجاوبني؟ والله
هاي الفاكتور 3 شنو الديلي وذر؟ انت شوف يعني هو العنوان تكون تفهمه انت. ها تطلع الظهر، تطلع الصبح، تطلع العصر، صح لا لا؟ يعني اكو واحد يروح يسقي مثلا الظهر بعز الشمس، ينطي الزرع مي، او ينطي العصر افضل، صح لا لا؟ او يريد يقطف ثمره يروح لها الظهر او العصر، فهذا يقصد به الديلي. شوف السينامون collect in humid weather يعني في الظل، او زين منطقة او الطقس الرطب. In order to help separation process زين of the bark from steam زين. شوف الاكزامبل الثاني the gum are collect in a dry dry gum، هي من يعني اسمها gum زين، تحتاج يعني تحتاج نقدر نقول نطلع لها الظهر مثلا. ليش؟ to avoid moisture which affected on it، اذا اكو رطوبه تاثر عليها وبالتالي تخليها تكون متميعه تموع القم، ما نقدر نلزمها ونتعامل بيها. فاحنا اطلع العصر نشوفها ماده مصلبه وستف جافه بالبروده مو مايعه الظهر، فالفكره هذا القصد. القم والاكاشيا والدراغا كانت هي عباره عن مواد تفرز من قبل النباتات زين، ولها استخدامات عديده. يعني هاي القم ايش عجب ما اخذينها، المفروض تاخذونها بال يعني بالسارس بالعقاقير بالكربوهيدرات، او يعطوكم اياها جماعه المرحله الثالثه التكنولوجي بالتكنولوجي زين بالتكنولوجي بالصيدله التكنولوجيه، القم والاكاشيا والدراغاكانت وغيرها زين. شوف النقطة الثالثة the flower يعني روز زين، الجراج والهاي كورت لان عبارة عن نباتات زين، ماريجورد والروز. اوكي ماريجورد والروز والجراج for the plants collect before the sun rise يعني يعني قال لك قبل ما ترتفع الحراره بسبب ارتفاع الشمس. In order to maintain the volatile oil، اذا دني النباتات تحوي على كميات هائله من الفولاتايل اويل، فانت اذا تريد تجمعهن تروح بوقت انه ما تكون الشمس قويه زين حتى ما تاثر على هذه الاكتف انجريدينت. شوف النقطة الرابعة يقول the degree of physiological maturity of the plant part used. شوف أيضا عندنا example leaf of digitalis والتباكو والسنة collect when they are in their full physiological maturity stage. إذا كون مو انت يا فاضل هاي الشجره اللي راح تزرعها يمه راح تنطيه حمايه 100%؟ يعني احتمال يقول لك هذا النبات يحتاج ظل 90%، هل هاي النبته اللي انت زارعها بصف النبات راح توفر له ظل خلينا نقول 80% حتى تجي وتقطفها الظهر؟ او احنا ما عندنا هيك امكانيات، بس اذا تروح تشوف انت مثل مزارع باكستان وبايران وغيرها وغيرها زين جاي يسوون الافيون خشخاش ويزرعون ذني المواد، فلهم اسلوب معين في الزراعه والتفنن. احنا نعم جونا قاسي وجونا حار، يعني درجه الحراره تعبر 50 51، انت ما تجيب لك ورد الجوري وتخليه الزرعه ها يابا وتخلي فوقه نبته توفر له ظل، ما توفر له ظل، هي نبته الجوري يعني رقيقه وانت تزرعها او تقطفها او تلمسها في الظهر وتقول تبرر السبب تقول انا حاط لي ظل فوقها ويقيها من الشمس، ما اتوقع انه يقيها 100%، صح لو لا؟ المهم فشوف هنا ايضا الماتوريتي ات از فيري امبورتنت، يعني النبته يجب ان تنضج ان تمر بمراحل تكوينيه في تكوين الاكتف انجريدينت حتى نحصل على الفول اور
مرحلة النضوج لبعض الأكتينولية. زين، شوف النقطة الثانية عندنا الدراينج، التجفيف أو التجفيف. By this process we can remove the moisture from the plant material for. ليش يابا احنا نوخر الرطوبة؟ ها؟ أقول لك شنو السبب انه توخر الرطوبة من بعض البلانت؟ ليش؟ لان هسه انت اذا جبت لك فد اغصان معينة جمعتها وتريد تزرعها مثلا باكر او ورا فترة زمنية او تريد تحفظها، اذا اكو بها رطوبة ايش راح يصير؟ مايكرو اورجانزم جروث. اذا بريفنشن ذا مايكرو اورجانزم جروث، حتى نمنع نمو الاحفان البكتيريا وغيرها. اثنين، فاسيليتد جرايندنج بروسيس، انت جبت لك فد اغصان معينه هيابة او فد جزء معين وتحتاج انه الطحنه، زين هو لا اخضر شلون ينطحن، فتحتاج الى عمليه دراينج. زين، النقطه الثالثه انهبيشن اوف سم انزايم اند دايركشن، هاي النقطه كلش مهمه، النقطه نمبر 3، النقطة رقم ثلاثة كلش مهمة. يقول inhibition of some enzyme and reaction which can convert of some of a plant constituent from active to inactive. طبعا شوف شو يقول inhibition وياي حتى لا تشتبه بها بعدين. يقول inhibition of some enzyme، ها، حتى prevention conversion of some plant constituent from active to inactive. لكن بعض الاحيان لا، احنا نحتاج نحوله من inactive الى active، يعني تصير عمليه عكسيه. شو اقصد؟ يعني بعض الانزيمات اذا وجدت زين بوجود الرطوبه راح يصير بها activation وراح تحول لنا الاكتف الى الانكتف. بعض الادويه لا، العكس صحيح، نحتاج activation of some enzyme، نحتاج activation of some enzyme. هسه مثل ما راح نشوفه، شوف يقول to stop the enzymatic process the water content must be brought down to about 10%. بعض الانزيمات حتى تكون نشطة وفعالة تحتاج رطوبة، فاحنا نقلل الرطوبة الى 10%، وبالتالي prevention activation of some enzyme. لكن شوف يقول conversion of some constituent from inactive to the active، هاي عملية مغايرة. هسه راح ناخذ عليها example. باوع؟ فاحنا بعض الاحيان نحتاج الاكتيفيشن اوف سم انزايم، نحتاج اكتيفيشن اوف سم انزايم. شوف هذا مثلا عندنا خامل، عندنا ان فانيلا بود، هذا نبات. ذا بود اوف فانيلا بلانت must be dried at moderate. شوف moderate، هاي المودريت معناها يعني تحافظ لنا على الاكتيفيتي اوف انزايم، لا تمنعه 100% ولا تثبطه 100%. اذا dried at moderate temperature، شوف to convert glucovanillin المن الى الفانيلا الفلافرنج ايجنت. طبعا هذا راح ناخذه بالكورس الثاني ان شاء الله، او الكورس الاول مرحله ثانيه، التفاعل كله راح ناخذه. اذا احنا نحتاج عالسهم، نحتاج فت عالسهم، نحتاج فت انزايم، نحتاج عالسهم حتى نحول الكلوكوفانيلين المن الى الفانيلين. الفانيلين تعرفونها شنو هي الفانيلين؟ منو يعرفها؟ وين يستخدموها الفانيلا؟ ها؟ وين تستخدموها؟ بالكيك. ها، اللي تسوي كيك تشتري الفانيلا، فانيلا والبيكون باودر اللي تنطيك فد نكهة. اذا هي عبارة عن شنو؟ فلافرنج ايجنت. فلافرنج ايجنت. زين، شوف عندك الديجيتاليس، وي ماست دراي ات مودريت تمبريتشر تو كونفرت ذا برايمري. بس خلاص على شوية. إذا شوف الديجيتالس نحتاج
نحتاج نحول البرايمري لمن؟ إلى السكندري. ها we must dry at moderate temperature to convert the primary glycoside inactive compound اللي هو عبارة عن بارفوريا glycoside A will be into the active compound like digoxin. إن شاء الله هم هذا التفاعل والشرح ناخذه بالكورس الثاني، بس القصد أنه عندنا بالديجيتالس كليكوسايد عندنا برايمري وعندنا سكندري. البرايمري تكون غير فعالة، نحتاج نوخر من عندها جلوكوز، ذرة جلوكوز أو ذرة جلوكوز أعتقد، حتى تتحول إلى أكتف، وذلك من خلال انزيماتيك ريأكشن، من خلال انزيماتيك ريأكشن. بس تتوقع يجي لك السؤال the primary glycoside is more active than secondary glycoside as in digitalis leaf, true or false? False. إذا the primary تكون غير فعالة ونحتاج أن نزيل من عدها sugar من خلال enzymatic reaction ونحولها إلى secondary digitalis أو secondary purpurea glycoside. secondary purpurea glycoside لين راح تحويلنا على الديجيتوكسين. زين هسه راح ناخذ الجنرال preparation and successful drying involve the following point. اذا تريد تسوي عمليات تجفيف شنو النقاط اللي تتبعها حتى تكون الطريقة طريقة الدراينج طريقة صحيحة وجيدة وتحافظ من خلال هاي الطريقة على الأكتيف كونستيتوينت ذات فاوند ان ذا بلانت. شو بقول كنترولينج ذا تمبريتشر، يعني انت لا تمبريتشر عالية ولا تمبريتشر واطئة، يعني يوز سوتابل تمبريتشر. زين اثنين ريجوليشن اير فلو، يعني انت الهواء اللي يمر يجب أن يكون منتظم. زين the true period of drying. زين شوف هسه أنا حتى بالمختبرات يابا سخن التيوب لمدة 5 دقائق، هو حطه على جهاز التسخين، حطه أما 3 دقائق أو 5 دقائق ما يعرف، يعني يقول لك ما يأثر، ما يعرف انه التفاعل الكيميائي اذا بدرجة حرارة مثلا 5 يعطيك شكل، اذا بدرجة حرارة مثلا 6 يعطيك شكل، فانت لازم يعني تلتزم في درجات الحرارة الموجودة عندك. هسه واحد يقول زين انا شلون اعرف مثلا درجة الحرارة؟ مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة قلنا كل نبات الى كارت شيت، الى معلومات اسم النبتة، الاكتيف كونستيتوينت، طريقة الاستخلاص، طريقة الاستخدام. ذكرتوها لو نسيتوها؟ ها يا عباس الهواء شنو دوره؟ طبعا انت اذا اكو عندنا الهواء من يمر على النبات يعتبر احد طرق التجفيف، صح لو لا؟ وقل نحتاج درجة حرارة معينة، يعني اعلى من درجة حرارة الغرفة، يعني regulation of airflow يعتبر شلون درجة حرارة الغرفة، بينما controlling the temperature اذا نحتاج 40 او 50 او 30 او تبريد نحتاج مثلا ماينس 3 نثبته. فشوف ذني كل المعلومات ذني موجودات بالكارت شيت. الكارت شيت مثل ما قلنا هوية النبات، شلون هسه مثلا سيمن الناس محمد عبد الامير كلية الصيدلة جامعة رجب بن حيان المرحلة الثانية، صح لو لا؟ عنده معلومات، فكل نبات إلى فت كارت شيت، يعني information for this plant، شنو الاكتيف كونستيتوينت، شنو الفصل اللي ينمو بكثرة، المادة السامل بي، طريقة استخلاص الاكتيف انجريدينت، الاكتيف انجريدينت ورا ما طلعها شنو الدوز مالتها، فاكو انفورميشن موجودة كاملة وموثقة لكل نبات. احنا صح ما عندنا هنا بس اكو بالدول الغربية والدول الاجنبية بيها، فانت تقول هذا الحكي انا شو استفاد من عنده من اجيبه؟ لا، انت عندك انفورميشن موجودة عندك كاملة في الكارت اوف ذا بلانت. زين
Then, but in other case of the drying process is not necessary for the part use in case of the plant containing volatile oil. شوف إذا أنت عندك volatile oil الحرارة هنا تكون أو drying غير مطلوبة. In order to not loss of volatile oil. زين. Therefore, the plant part which contain volatile oil must be either drying شوف at room temperature. باوع من استأني مستعقال شنو regulation air flow يعني يعتبر شلون درجة حرارة أو شلون الشدة يعني أنت مو تخلي الذبة برا وقعندك عندك رياح كلش قوية رياح كلش قوية بحيث تصمت صمت وتجفف بصورة سريعة يعني فد هواء جيد زين لا هو عالي ولا هو ناصي صح لو لا أقدر أجيبه أخليه جوا المروحة وأخليه على الخمسة زين أو أقدر أخليه يعني برا بهواء يعني هواء معتدل يمر على النبات وبصورة منتظمة واضحة الفكرة زين or storage under either frozen or distillated immediately at the time of collection. إذن بعض النباتات ما تحتاج drying especially those contain volatile oil. زين. شوف هاي النقطة مهمة. يقول لك in case of cathain compound the drying process does not affect the quality and the quantity of the active constituent. واضحة الفكرة هاي النقطة؟ كلش مهمة. زين. فإذا قلت لك give me an example of a plant which the drying does not affect the quantity and quality of active constituent تحفظ هذا انت تقول لي الكافئين كافئين زين الكافئين found in some preparations such as shampoo true or false ها يلا من الجواب جيد زين the caffeine found in the plant which the botanical name is فراغ ها فانت توقع ترى اربط لك منها ومن هنا زين يقول method of drying زين انت شلون تجف شوف يقول open air drying this down either by اولا under the sunlight يعني هذا بالجو المعتدل use for crowded rack which are not affected by the light and high temperature يعني اذا قلت لك the black pepper شنو البلاك ها الفلفل مو فلفل اسود يعني اذا قلت لك what the method for drying the black pepper and why زين شنو تستخدم له under بالظل او بالشمس why ليش بالشمس شنو السبب ليش بأشعة الشمس لأنه ما يتأثر بعض الجيل ما يتأثر في درجة الحرارة شوف أنت افهم ليش بالشمس شنو السبب ما يتأثر ليش under شنط بالظل for crowd drag ليش تتأثر بالحرارة بالهاي temperature مثل ليش الأوبيوم صح لو لا فإذا قلت لك شنو what the method for drying the opium تقول لي تحت الظل صح لو لا ليش لأنه يتأثر بالحرارة راح يأثر على اليمن راح يأثر على اليمن راح يأثر على المورفين لأن المورفين يحتاج فد يعني درجة حرارة معينة زين حتى ينضج وحتى يعني هواي شغلات فيها شوف الارتفيشال drying الصناعي this type of drying is made by using oven احتاج oven instrument and by this instrument the temperature and drying period اذا نحتاج نحدد الفترة الزمنية ونحدد درجة الحرارة 150 30 40 باستخدام الاوفن اذا الاوفن هو عبارة عن جهاز يستخدمونه للدراينج can be controlled
After this step, we must make a garrulling process, garbala, in order to remove the external material, other part of the plant with the thrite and deterrent. This process can be made during the collection, but it must be made after drying the crowd drag and before they are packaging. اذا عرفنا شلون نسوي drying of some plant. قسم من عندها تظل، ليش؟ لان تتاثر في درجه الحراره. قسم من عندها تقول انا اقاوم درجه الحراره، وين مثل يسويني؟ يسويني بالظل بالشمس، واضحه الفكره؟ مثل البابرمنت اور بلاك بابر، الفلفل الاسود. شوف هسه الستورج. Most of the crowd dried are stored at temperature from 20 to 25 in a close of container for a period of time depending on the type of this strike. طبعا الامريكان يرضوها اما 20 or 20. سامعينها ولا ما سامعينها؟ شو تقول يا قولي يا طيبة؟ الأمريكان أما يرضوها 20 أو 20، فهي 20 20 to 25 or 25. جاي زهرة زين. Container for a period of time depending on the type of this drug. إذا إحنا الستورج تخليها في درجة حرارة الغرفة تحفظها زين. يقول storage should be down in light proofed, moisture proofed and closed container. Should not be stored in wooden box, يعني فت صندوق خشبي، مو صندوق خشبي وودن. عاد never in paper container، يعني مو تخليها في كونتينر او وعاء من الورق. زين بعد because the drug will deteriorate by the moisture، يعني يتلف برطوبه. And also attacked by insects, حشرات, rats, mice. So few drop of chloroform. صوت واضح بلا زحمة. صوت واضح. زين. So few drop of chloroform and carbon tetrachloride are very useful for prevent insect attacks. زين. So some method we choose for storage use a chloroform and carbon tetrachloride. Why? Some of method use carbon tetrachloride and chloroform during the storage. Why? فتقول لي حتى تحافظ لنا على النبات و prevention attacked by insects, rats and mice. So few drop of chloroform and carbon tetrachloride are very useful for prevention insect attacks. زين. الديجيتاليس، يقول الديجيتاليس and ergot. الديجيتاليس and ergot need low moisture contain, so they should be keep in the calcium oxalate. إذن how إذا قلت لك how the method we choose for storage digitalis high temperature or sorry high moisture or low moisture. The digitalis is need to high moisture content during
storage true or false. زين اذا يحتاج الى رطوبه قليله. How can you storage the digitalis؟ شلون تحفظه؟ شنو طريقة الحفظ؟ إذا قلت لك شنو طريقة الستورج تقول لي نحفظه في يعني مكان يحوي على رطوبة قليلة، ويفضل أن نضيف له كالسيوم أوكساليت. شنو فائدة الكالسيوم أوكساليت؟ شنو فائدة الكالسيوم أوكساليت؟ حتى تمنع لنا أو تمتص excess of the moisture. زين الأورجيت or ergot contain alkaloids, chitin and fixed oil which become rancid in the presence of the moisture. سؤال what thickness the moisture, what the thickness of the moisture on the ergot alkaloid, what the thickness of moisture on ergot, yell, then what the active ingredient found in ergot, شو اسم هذا الالكالويد؟ يا شيء ما المفروض ينذكر، مو بس الكالويد، واضح؟ جيد. اذا كونتينيوس نستمر بمحاضرتنا. تعبتوا؟ لا بعدكم ما تعبانين. طبعا اليوم ما اعرف خاملين، ماكو مشاركة إلا القلائل، يعني أديان شاركت وزينب، عباس، غدير، طيبة، فرح، فاضل، زهراء، حيدر، نور الهدى، زهراء لؤي، زهراء محمد، زهراء عدنان، انتصار عباس شاركت، مريم رسول، ودعاء عقيل، وشهد عبودي، محمد قاسم، حسين طالب، ياس راضي، وفاطمة كاظم، يعني صادق غازي شاركت لنا مرة. يعني ما اعرف المشاركات يعني متنوعة وكثيرة، بس اكو قسم يعني شاركون بكثرة، فالمشاركة احنا بصراحة يمنا نقيمها. زين deterioration the primary factor which must be considered in the relation to drug deterioration. شنو deterioration؟ يلا يا محمد علي موسى، ما يخالف بعد ما تأخر. deterioration تلف. زين ف the moisture contain، شوف اذا المويستر contain يعني مستوى الرطوبة تأثر. ليش؟ اذا هواية تأثر، اذا قليلة تأثر. temperature light ضوء and the presence of oxygen، الاكسجين هم يأثر، صح ولا لا؟ when these conditions are suitable for living organism. ليش؟ لان ذني الاجواء اذا كان يعني درجه الحراره غير مناسبه، الرطوبه غير مناسبه، الاكسجين متوفر، يعني راح تصير بيئه جيده لنمو for living organism. For example, bacteria, mold, العفن, insect, will rapidly multiply using drugs as a source of the nutrient. زين. هسه واحد يقول لعد شقد انا احفظ الرطوبة؟ شقد الرطوبة اللي يجب ان اتوفرها بالنبات؟ اقفز رطوبة معينة مثلا، شوف. humidity in 10 يعني من 10 إلى 12 moisture بالمية، يقول sufficient to activate enzyme. present in the leaf. شلون هسه قلنا احنا نحتاج الرطوبه في البرايمري الكليكوسايد حتى تحولها للسكندري كليكوسايد، فانت تحتاج تخلي الرطوبه من 10 الى 12، مو حاطه رطوبه 50% او 60% وراح تخربط لنا شغل الانزيم، وما راح يتحول البرايمري الكالويد الى سكندري الكالويد، وما راح نحصل على ديجيتالس وتقول انت
يابا جبت كميات هواية من الديجيتال سبارفوريا وسويت عملية جمعتها وكذا وكذا وكذا. بعدين شو من رحت للمختبر وقصت الاكتف انجريدينت لقيتها شو قليلة. انت ما تعرف شنو السبب، تعرف انه خلال عمليات الخزن او عمليات يعني انه تحويل البرايمري للسكندري كانت رطوبة كلش عالية واثرت على الانزيم اكتيفيتي. فانت المفروض انه الانزيم اكتيفيتي تتاثر بالرطوبة، اذا يجب ان تضبط الرطوبة، زيادة الرطوبة زين. يقول اغلبها نحتاج من 10 الى 12% مويستشر maybe sufficient to activate the enzyme process and the leaves and bring about the composition of the glycoside. زين اذا هاي النسبه، شوف نسبه من 10 الى 12 مويستشر maybe sufficient to activate enzyme. اذا استوينا enzyme activity and brought about decomposition of glycoside. هنا يقصد الديكومبوزيشن مو معناها يعني تلف، لا، ديكومبوزيشن يتحلل، يعني نوخر ذره شجر ونحولها من البرايمري الى السكندري، من البرايمري الى السكندري. زين النقطه الثانيه تمبريتشر، ان انكريز ان تمبريتشر ان كومبينيشن ويز مويستشر ميبي. اذا زياره الرطوبه ودرجات الحراره تأثر على أولا accelerate the enzyme activity. Large temperature rise will be led to the loss of volatile constituent. مثل ما قلنا درجة الحرارة العالية تأثر على الزيوت الطيارة. Sunlight, direct sunlight، أشعة الشمس مباشرة يعني مو تحت الظل، أيضا produce bleaching of the leaf and flower. So يعني شلون الأوراق تكون مبيضة، الاوراق تكون مبيضه، وتصير بعد ايضا decomposition of a certain constituent like vitamin in called liver oil، زيت كبد الحوت. زين الاكسجين this factor assets in the شوف rancidification يعني الزرنخه of volatile oil and in the other fixed oil. اذا الاكسجين يأثر على زيوت الطياره، يسوي عملية زرنخة تزرنخ، يصير بها ريحة. هسه واحد يقول بعض إذا شايف الدهون، بعض الدهون يكون بها ريحة، ليش بها ريحة؟ صار عملية يعني شلون رانسيديشن أو نسميها بالرانسيديفيكيشن. زين يصير بها ريحة، دهن الترك الفترة زمنية طويلة يتأثر بالأكسجين ويصير عملية رانسيديفيكيشن. زين فيصير به ريحة. أنا هواي شايف زيوت دهن حاطيه بعلبة يصير به ريحة، ليش؟ صاير هاي العملية، هاي العملية تصير به. زين انا ما يعني قلق الدخول للمحاضره، لا بالعكس، ليش؟ اكو جماعه يدخلون ويطلعون يا طيبه، ما اعرف شنو السبب. ما انا لا بالعكس المحاضره يعني ما قلقها اللي يدخل واللي يطلع من المحاضره، ما اعتقد، بس اكو جو السبب من يمه، يعني هو السبب من يمه، احتمال انه ضعيف فما يقدر يكنك، بس المحاضرة لا مفتوحة، انا كل مرة هيجي. زين دخلون وطلعون، ما مو يمي الخلل، يم الشخص. زين فخلي تشيك الوضعية مالته، خاف انه ضعيف يمه والبرنامج ما جاي، يعني ما اعرف، او اكو برنامج يعني، او اكو متابعة من الكلية انه ما اعرف اللي ما خالط صوره او كذا جاي يخرجونه، يعني اكو شيء بكليه الطب نفس الترتيب. زين نشوف الايفالويشن اوف دراج، احنا شلون نقيم هذا الدراج؟ طبعا هسه يقول هسه واحد احنا جاي يسولف لنا دكتور خالد على النباتات وشلون نطحنها وكذا، يعني اكو عندنا احنا نباتات وعندنا بودر بالصيدليه، طبعا عندنا مثلا كفشه الاذره، عندنا اليانسون، عندنا غيرها، عندنا هايكا بودر، يعني جاي يسولف لنا على الرطوبه والدراينج وما اعرف ايش.
عندنا خفشة الإدرة تستخدم مادة مدرة لعلاج الحصوة، عندنا اليانسون، عندنا هواي مواد بالصيدلية. يعني شوف إذا شوف مستحضرات الحضر كلها عبارة عن أعشاب، فأنت هاي الأعشاب شلون تحفظها وشلون ترتبها، صح لو لا؟ العديد من المستحضرات الصيدلانية على هيئة أعشاب موجودة بالصيدلية، فأنت المفروض تكون ملم بطريقة حفظ هاي المستحضرات، شلون تخليها بدرجة حرارة مرتفعة، تخليها برطوبة أو مو تخليها بالثلاجة، صح لو لا؟ أو تخليها بمكان رطب راح تمتص الرطوبة ويصير فيها تعفن وتخرب. المفروض تخليها بمكان مضبوط جاف بحيث ما تأثر الرطوبة عليها، صح لو لا؟ شايفين إذا أنت يعني منتجات شركة الحظر لو ما شايفيها، منو مطلع عليها؟ زين، ما جايبين فرد مرة يانسون، يعني باكجينج حلو مرتب من الصيدلية للطفيل عنده غازات أو كذا من الصيدلية، ما حد جايب كبشة الإذرة، كبشة الإذرة موجودة بالصيدلية، يعني نبيع كبشة الإذرة موجودة، كبشة الإذرة بيها أكتيف إنجريدينت تساعد على تفتيت الحصى. زين، أكو مثلا اليانسون، صح لو لا؟ أكو هواي مواد، أكو مواد على هيئة بودر باكجينج تابعة لشركة الحظر موجودة بالصيدلية، أكو كاربوناتيف، أكو برونكو دايلتيشن، أكو التهاب الصدر. أنا عندي بالصيدلية ما يقارب 8 منتجات من عندها، عبارة عن باودر. إنزين، تاخذه ويقول لك اغليه بالماء وشربه مثلا، او لا بالماء البارد، يعني شلون معناها عملية استخلاص، شلون تستخلص الاكتيف انجريدينت، تحطه بماء بارد تخليه بماء حار جلس فترة زمنية تنطي مباشرة، صح لا؟ فأنت إذا جاك واحد قال لك والله اعطيني كبشة الإذرة شلون أستخدمها؟ شو تقول له؟ تقول له ما أعرف. ها، تقول له تخليها بالماء وتغليها. ايش قد بالماء وغليها؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة؟ المفروض إذن التعليمات تعرف لهن، لأن احتمال راح تأثر على الأكتيف انجريدينت، راح تكسرها بالحرارة. احنا ايش قلنا؟ هاي تمبريتشر مو زينة واللو تمبريتشر مو زينة. فأكو هواي مستحضرات على شكل يعني بودر و كبشة الإذرة. كبشة الإذرة هي عبارة شلون العرضوص، إذا الإذرة شايفينها العرضوص مثل ما يقولون، هاي المادة مثل الشعر الموجودة بيها، ماخذينها ومرتبينها ومسويها على هيئة دريك موجودة. أنا ترى يعني بصراحة فاتني إنه أعطيت لكم صور وأدز لكم إياها إن شاء الله على المحاضرة الجاية، بكت أجمع لكم إياها، وبس مجرد صور للاطلاع وأرسلكم إياها إن شاء الله. زين، إذن evaluation of the drug, the main of the drug evaluation is to identify and determine the quality of the crowd drug and detecting the nature of alteration. زين، or adulteration. The evaluation of crowd drug is essential. يعني احنا هذا الدرج شلون نقيمه؟ نشوفه مضبوط يشتغل ما يشتغل، تالف، الرطوبة مأثرة عليه، الحرارة مأثرة عليه. زين، يقول there are many biochemical variation in the drug. ليش نقيمه؟ ليش نقيم الدرج احنا البلانت؟ شنو السبب؟ راح يصير تغيرات. there are many biological variation in the drug. شوف احنا قلنا مثال، قلنا فوليتايل اويل، زين اذا جمعناه اعتقد ودرجة الحرارة تغيرت، قلنا راح يصير بي تشينج، راح يتغير تشينج اند ريبليست. شوف تغير من فولتايل اويل الى فولتايل اويل الثاني، احتمال الاول بفائدة الثاني ما بفائدة. اذا شوف there are maybe a biochemical variation in the drug، اتغير. فاحنا نحتاج نقيمه، نسوي تقييم evaluated. شلون مختبر السيطرة النوعية نقيم؟ there are many deterioration due to storage. انت خزنته، جبت كبشة الإذرة، جبت اليانسون، جبت البابلنك، بابلنك وحفظته بالصيدلية بالثلاجة جوا بالباب، ما تدري صارت فيه رطوبة، صار فيه عفن، أو صارت فيه رطوبة بس ما تعفن، وانطيت المراجع ما اشتغل هذا. إذن الصوت فيه طرق الخزن، بس اذا انت تاخذ هذه الاعشاب وتوديها للسيطره النوعيه، توديها لمعمل اعشاب الحظر وتقول لهم بالله كشفوا لي الاكتيف انجريدينت الموجوده اللي تعتبر طارده للغازات او ماده ملينه،
فعلا هي موجودة لو تلفت بالرطوبة، لو تلفت بالحرارة، لو تلفت بنمو العفن والبكتيريا. إذا احنا نحتاج evaluation of these drugs حتى نشوف سلامتها، نشوف سلامة الاكتيف ingredient. زين، the substitution and adulteration may be present as a result of carelessness. إذا الإهمال راح يسوي التلف. وياي طلاب، وياي زين. إذا شنو الميثود؟ ايش عندنا من هاي الميثود؟ عندنا microscopic evaluation. This method using many microscopical techniques and identification of the plant herbs as well as identified the small fragment or fragment of crowd or powder herb and in detection the adulteration by a study. زين، فانت تحتاج ان تسوي بعض الاحيان فحص مجهري، تاخذ لك فد نبته وتفحصها فحص مجهري، احتمال تشوفها يعني هاي النبته تالفه، صح لو لا؟ هسه اكو هواي مثلا عندنا نساء بالمطبخ يخلون على المرق هذا ورق الغار، مو لو ما اعرف من شايف يعني بالبيت مو ورق الغار ما اعرف شنو. زين، انت ايش مدريك هذا بيه ماده سامه؟ ايش مدريك انه هاي الماده تنطي عطر؟ فعلا هي موجوده بعدها، صح لو لا؟ كانوا حافظيها بدرجه حراره جيده، لو هيك بس جبتها وذبيتوها بالمرق. زين، هاي جاي تنطينا نكهه ما تنطينا؟ احتمال تنطينا فد ماده سامه، صح لو لا؟ فنحتاج ان نفحصها، يجوز بها بكتيريا، احتمال بها بكتيريا. زين، احتمال بها بكتيريا، عفان بس ما تبين، بس انت من تفحصها بالمجهر تشوفها. ليش؟ لان احتمال هذا العطار اللي باعها لوالدتك حافظها في رطوبه، مكان رطب. زين، و يعني بصوره عامه جاي اشرح لك انا. زين، خالها في مكان رطب ومتعفنه، ها، فقدت فعاليتها، صار نمو بكتيريا، او حافظها بماده مكان جاف، اثرت على الفولتايل اويل، اثرت على الاكتيف انجريدينت اللي يعطيك نكهه. زين، فنحتاج نسوي مايكروسكوبيك ايفالويشن. شوف يقول study the characteristic of tissue culture. زين، شوف السيل وول، سيل كونتين الستارس، ستوما، كالسيوم اوكساليت كريستال اند اويل كريستال اند اذر. زين، شوف عندنا الاورجانوليبتيك ايفالويشن، اورجانوليبتيك ايفالويشن. زين، this method is simple and mean the study of a drug using organ of sense. It refers to the method of analysis like color, odor, taste and other. يعني اذا انت تشوف مثلا النعناع تشوفه صالح للاستخدام شمه، شوف فيه ماده عطريه، اذا شفته انه ما بي اذا هو غير صالح للاستخدام، لان المفروض يكون بيه ماده عطريه. او مثلا تروح تشتري انت هيل، تشتري هيل من البقال، تقول له اعطيني هيل مطحون، صح لو لا؟ صايره لو ما صايره؟ تقول له اعطيني هيل مطحون، انت تجيب الهيل وتخلي تشوف هذا الهيل ما بيريحه، ها، اذا تحتاج انه حاسه الشم. ليش ما بريحه؟ لانه طاحنينه وما حافظينه في كونتينر جيد، وبالتالي صار ايفابوريت فور يعني الادر، رائحه طايره من عنده، رائحه بعض المركبات الكيميائيه الموجوده بالهيل طايره. اذا شوف صوش الخزن، بينما انت اخذ هيل غير مطحون حتى يبقى يحافظ على الماده العطريه الموجوده به. إذن جايك يا شيماء تطايرت المادة العطرية، عارف في مفتوح مجربيها أعتقد بالبيت، أنا جايب هيل مطحون
وجايب هيل عادي، اشوف الهيل المطحون يعني ما له اي دور، عبالك حاط طحين. ليش؟ لانه طاحنينه في ظروف يعني غير جيده، احتمال هو جايب كميه من الهيل وطاحنه في يعني حاطه طاحونه بدرجه حراره الغرفه يعني بالصيف 50 درجه حراره ويطحن بيه، ومحضر له فد كميه كبيره وحاطه عنده بالمحل، ما يعرف انه هاي درجه الحراره اثرت على الماده العطريه وطيرتها. وانت تجيبه ورا سنه او ورا 6 شهور او ورا شهر تشتري من البقال، تشوف انه ما بي اي عطر، شوف اذا طريقه الخزن، طريقه الدراينج، التمبريتشر اثرت عليها. زين هسه زهراء راح تحط لنا اليوم هيل ما مطحون على التمن وتطبخ لكم تمن حتى يصير بيه عطر. ها شو تقولون؟ شو تقولون يا فرح؟ تحطون هيل على الشاي لو ما تحطون؟ منو ما يخلي هيل؟ عباد تخلي هيل على الشاي لو ما تخلي؟ ها يلا اذا تخلون هيل بعد كيفكم. هسه ان شاء الله تخلصون المحاضرة وتتغدون وتشربون شاي او الهيل. زين اذا اورجانو لابتيك ايفالويشن. هسه راح نشوف ولو تعبتكم، اعتقد في شيء قليل بقى من المحاضره، ما ابيكم مضوجون من عندي، ادري انكم ضايجين من عندي بس على مودكم. احنا شوف الفيزيولوجيكال اور فيزيكال ايفالويشن، فيزيكال الايفالويشن. اي المفروض هسه انتم بعد عرفتوا اي شيء تشترونه من السوق المفروض يعني تنتبهوا له. اذا الفيزيكال ايفالويشن، any crowded right evaluation physical method are often used to determine. شوف مبينه من اسمها. يلا عاش تجيكم يا فاطمه، ما ضايجين كلكم ويا شيماء، نكمل ما عندنا شيء ان شاء الله. شوف الفيزيكال، شوف من اسمها فيزيكال يعني شنو؟ solubility, melting point, water content, degree of fiber, specific gravity, optical. هسه واحد ايش يقول؟ شو تسوي بالاوبتيكال ريتينشن؟ ها؟ شو رجعونا على الكيمياء؟ والله من يقول لي؟ شو علاقة الاوبتيكال روتيشن بالدراج وفعاليته وفحصه؟ يلا من يجاوبني؟ وين الشاطر معكم؟ اكو واحد شاطر اجيب اسمه لو ما اجيبه. شو له علاقة بالاوبتيكال روتيشن حتى افحص الدراج انا واشوف انه يشتغل او ما يشتغل؟ ها؟ زيد زينب هو المادة الفعالة، بس احنا شلون؟ اخذته بالاول الاوبتيكال اكتيفيتي، صح لو لا؟ المركبات اللي تدور الضوء باتجاه عقارب الساعه وباليمين، صح لو لا؟ يعني عندنا احنا مركب سي اتش 3 ها وبي او وبي يعني فد مركب معين مثلا فولتاير اويل الى فد اكتيف اكتيفيتي الى فعاليه، بس اذا حفظناه وخزناه ورا فتره معينه درجه الحراره راح تغيره، تغير الايزومر، تغيره من الدكسترو الى الليفو، وهذا الليفو ما يشتغل، ما يشتغل. اعتقد انطيتكم انا امثله وبوقتها امثله اثنين او ثلاثه، صح لو لا؟ ثلاث امثله اعطيتكم وبوقتها يجيك الدراج ما يشتغل واحتمال لا يسبب كارسينوجينيك ايجنت. فيعني ذني الشركات العملاقه الكبيره اللي تهتم، انا ما اقصد لك على مستوى صيدليه او مستوى سوق، اقصد بعض الشركات العملاقه الخارجيه اللي تهتم بالادويه، بادويه النباتات، فتحتاج بين فتره وفتره تغيم الدراج وتاخذه تسوي له فحص، شوف السوليوبيليتي يذوب لو ما يذوب بالمي، اذا ما ذاب بالمي زين معناه احتمال اكو يعني شوائب امبيوريتيز، تشوفه يشتغل لو ما يشتغل، صح لو لا؟ تنطي بعض الناس اشتغل عليها ما اشتغل، تشوف شنو السبب، تشوف قاف احتمال متغير، صح لو لا؟ متغير من فوم اذا انذر فوم صاير بي ايزومرزم متغير، وبالتالي الشكل الجديد يعتبر ان اكتف غير مفيد، وبعض الاحيان لا مو بس غير مفيد، احتمال يكون توكسيك، يجوز يكون سام، فنحتاج الاوبتيكال روتيشن نحتاجها. زين وبالحصيله النهائيه مثل ما قال فاضل علي تاثر على الابسوربشن والديستريبيوشن والاليمينيشن اوف ذا دراج. اذا هذا نسميه بالفيزيكال ايفالويشن، فيزيكال ايفالويشن. شوف الكيميكال، كيميكال ايفالويشن، كيميكال ذا كيميكال ايفالويشن انكلود اذا كوانتيتي اوف كيميكال، ها اذا كواليتيتيف وكوانتيتيف. هسه راح ناخذ شنو هو
راح ناخذ الكواليتيتيف. الكواليتيتيف يعني النوعيه. Include identification test using chemical treatment for various constituents like alkaloid, glycoside, tannin, example. يعني انت شلون تعرف انه هاي الماده هو هاي النبته بها الكالويد؟ لا انا اقول مو الكالويد، يعني انت على سبيل المثال جبت تعرف انه هاي النبته راح اخذها واجيبها انه بها مثلا بها ديجيتاليس، حتى اسوي استخلاص للديجيتاليس واصنعه واسوي اطلع الديجيتوكسين، زين انت ايش بدريك انه بها مثلا صح انت تعرف انه ديجيتاليس فرفوريا هذا النبته، بس شلون يعني انت تتاكد 100% انه ديجيتاليس فرفوريا ويحوي على ديجيتاليس كليكوسايد وراح اطلع من عنده الديجيتوكسين؟ فاكو فحص معين لمن الكليكوسايد، صح لو لا؟ او شلون تعرف انه هاي النبته بها مثلا بها كودائين عباره عن الكالويد؟ شلون تعرف انه فعلا الكالويد؟ يعني نقدر نقول تشخيص مبدئي، تشخيص مبدئي انه بالكالويد حتى استمر بالعمليات الاخرى مالتي الاكستراكشن الاستخلاص وغيرها. اذا نشوف اكو عندنا مثلا يقول الالكالويد تتفاعل ويا فتكاشف معين وتنطيك فت كولر معين. زين الالكالويد وذ ماير ريجنت جيف وايت ادر قسم من عندها. تانين تتفاعل ويا الفرك كلورايد اند جيف ايذر جرين اور بلو كولر ديبيندينج اون ذا بوزيشن and presence of OH group in the aromatic ring. هاي تحتاجوها بالمختبر اعتقد بالعملي اذا العفو اذا تردون تسوون فد كشف. يعني اجيب لك انا فد نبات واقول لك هذا الكالويد لو كليكوسايد اكشف لي اياه. شلون تعرفه؟ انت تقول اخذه واخلي له فد مقادير كذا كذا من الريجنت، اذا انطالي فد لون ابيض احتمال يكون الكالويد، واذا ما انطاني لون ابيض احتمال تكون ماده ثانيه. اذا قلت لك مثلا اكشف لي عن التانين، شلون تعرف التانين؟ جبت لك ثلاث مواد، واحد اثنين ثلاثه، قلت لك طلع لي من ذن المواد التانين، جبت لك الكالويد، جبت لك كليكوسايد، وجبت لك تانين. قلت لك اريدك تعرف لي التانين من ذن التانين، انت شو تقول؟ تقول اجيب الاف اي سي ال 3 واضيف عليه من؟ اضيف على الماده اي والماده بي والماده سي. ها على المادة A والمادة B والمادة C. إذا أعطاني green or blue color إذا راح يكون هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن tannin. أما إذا ما أعطاني هذا اللون يعتبر احتمال أما الكالويد أو كليكوسايد. إذا أريد أعرف شنو الكالويد أو كليكوسايد أستخدم الماير ريجنت. زين وأسير بهذا الطريق. اذا هذا يسموها بالكواليتيتيف يعني نوعيه. شوف هذا جيف جرين كولر، شوف هنا جيف بلو كولر، بس مجرد مجموعه واحده هنا اختلف اللون، اختلف المركب، اختلف اللون واختلف المركب. زين هسه نجي الى السلايد الاخير نسميه بالquantitative chemical test، يعني نعرف الكمية، جد الكمية الموجودة. يقول include assay for alkaloid, glycoside, volatile oil, vitamin or other constituent. Example, the assay of total alkaloid in belladonna herb. زين جد نشوف بالأتروبا بلادونا هاي النبتة جد بيها الكالويد. ها زين مثلا عندك بال نكس فونكوم ايش قد بها الكالويد؟ اذا the result obtained refer this drug infer or not. نشوفها صحيحه موجوده بها الكالويد 50% 60% 30% ايش قد نسبتها؟ زين اذا هذا عباره عن كوانتيتيف. إذا عندنا quantitative و qualitative نوعي وكمي. احنا أهم شيء يفيدنا نسوي النوعي، إذا عرفنا الكالويد أوكي. إذا هسه أنا أريد شريط، أريد مثلا
ديجيتاليس بارفوريا، اشوفه اشوف نوعيته ديجيتاليس لو مو ديجيتاليس خلاص. بعدين حتى اتاكد اشوف ايش قد ديجوكسين موجود بيه اسوي كوانتيتيتيف، صح لو لا؟ اسوي كوانتيتيتيف حتى اعرف انه ديجوكسين موجود. زين انا اذا لقيت بالديجيتاليس بارفوريا رحت للغابه او رحت المكان بي مثلا اوبيوم او خشخاش واكتشفت انه بالكواليتيتيف انه عباره عن فعلا اوبيوم، وبعدين سويت الكوانتيتيتيف، سويت الكوانتيتيتيف ولقيت المورفين بي 3%، شو اسوي بيه انا بعد؟ اخذه ومجففه وطاحنه وسوي له باودر ومعبي باكياس وبايعه وهنا ما يشتغل، فاتركه. فشوف من هذا النوع او من هذا الباب احتاج ان اسوي كوانتيتيتيف حتى اشوف ايش قد اكتف كونستيتوينت، صح لو لا؟ السنه اخذت السنه وجبته وكملته ودراينج وسويته وعبيته باكياس وبعته وما اشتغل، غير اشوف انا ايش قد اكتف كونستيتوينت، غير اسوي كوانتيتيتيف اناليسيس ايش قد نسبه الماده الفعاله الموجوده 50 30 40 100، زين حتى اقبله واقدر اسوقه بالسوق وابيعه. زين نفس الشيء هسه جاي يسوون ويا الدراجات، يسوونها بالكواليتي كنترول. شوف هسه انت لا تريد تعرف بالصيدلي او صيدلاني، انت هسه بالمختبر السيطره النوعيه عندنا بغداد مختبر السيطره النوعيه يسوونه بالكواليتي كنترول، وعندنا بالبصره مختبر السيطره النوعيه، وعندنا بالنجف مختبر السيطره النوعيه. طبعا بغداد يشتغل، البصره والنجف ما يشتغلون. اذا اريد نقيم دراج هسه عندك انت دراج تريد تقيم الباراسيتامول، قلت لك انت يابا صيدلاني قيم لي الباراسيتامول. شلون يعني قيم لي الباراسيتامول؟ طبعا عندنا عده تقييمات. اول التقييم يشوف انت الاكتف انجريدينت فعلا هو بي باراسيتامول لو مجرد عباره عن طباشير ومجرد طباشير وكابسيه، فشوف الاكتف انجريدينت المفروض انت تاخذ الباراسيتامول وتفاعله بتفاعل معين وتحصل على نتيجه. هذا طبعا التفاعل ان شاء الله راح تاخذونه بالمرحله الثالثه بالكورس الثاني، يسمونه بالفارماسيوتيكال كيمستري الكيمياء الصيدلانيه. زين بعدين ورا ما شفت الاكتف انجريدينت فعلا موجوده، هاي هي انتهت؟ شو تقول انت يا علي فاضل؟ يا فاضل انتهت هاي هي؟ ها شنو تكشفون؟ بعدين نشوف البايندر، نشوف الديلوينت. هسه واحد يقول شنو البايندر شنو الديلوينت، ان شاء الله راح تاخذونه بالتكنولوجيه بالمرحله الثالثه. شوف هو هذا الباراسيتامول 500 ملغ، هاي 500 ملغ شنو يعني؟ الاكتيف انجريدينت لو كل الحبايه، هاي كل الحبايه. شوف هسه على سبيل المثال يعني بعض النساء الحوامل وكذا واللي ياخذون الفرفول هذا الحديد ايش قد وزنها؟ اذا يشوفها 400 وكسور، صح لو لا؟ زين هاي كلها حديد؟ لا، الحديد اعتقد 35 او 45 ملغ. اما المتبقي، شنو المتبقي؟ شنو المتبقي بالباراسيتامول؟ المتبقي بالباراسيتامول مثلا بباينر بديلوينت. شنو الديلوينت؟ انا جبت لي كميه قليله من الديجوكسين اريد اخليها بالقالب واكبسها سويها حبايه بالمايكروغرام الديجوكسين اللي يشتغل على القلب. شلون اكبسها؟ ما اقدر اكبسها، لازم شو اخلي الديلوينت. شنو الديلوينت؟ ماده تكبر حجمها بس ما تاثر عليها. يستخدمون الستارش وغيرها، اذا ضفت ديلوينت كبرت الماده حتى اقدر شو اسوي؟ اكبسها. بس قبل الكبس شو اسوي؟ اضيف ديسنتجريتد ايجنت، اضيف ماده ويا الديجوكسين والستارش اللي اعتبرته بايندر، اضيف ديسنتجريتد ايجنت. شنو هي ديسنتجريتد؟ حتى من ابلع الحبايه مو تظل جافه صلبه ما تتحق ما تتكسر وتذوب وتطلع الماده الفعاله من عندها، حتى اول ما تطب للمعده وتلمس الرطوبه او المي يسوي لها ديسنتجريتد، تتكسر وتطلع من عندها الاكتف انجريدينت، يطلع الديجوكسين ويمتص ويروح للدوره الدمويه ويشتغل على عضلات القلب. بينما بعض الشركات يقول لك والله هذا ما اشتغل، ليش ما اشتغل؟ اما الاكتف انجريدينت مالته قليله او عمليات التصنيع مو تمام. يعني اكو جماعه ذاك اليوم قال لي دكتور انا بلعت سنتروم والحبايه طلعت من الخروج ما تكسرت. واضح الفكره؟ يقول بلعت سنتروم والحبايه طلعت من الخروج، شنو معناها؟ هاي معناها البايندر والديلوينت اللي حاطينها مو مضبوطه. احتمال الاكتف انجريدينت مضبوطه الفيتامينات،
B1, B2, B6, B12 لأنها عبارة عن مالتي فيتامين، لكن البايندر الديليونت يعني مو تمام، صح لا لا؟ فإحنا نحتاج نسوي quantitative evaluation for plant، نشوف يعني بي الكالويد مضبوط، واضح الفكرة؟ بيتانين مضبوط، بيكليكوسايد مضبوط، أوكي. إذن instrument analysis are used to analyze the chemical group of containing of constituent using chromatographic and spectro method. إذن إحنا نعرف شلون أكو ديجوكسين، شلون أكو مثلاً كودائين، من خلال شنو؟ من خلال كيميكال جروب نعرف انه الديجوكسين بجروب معين، نكشف هاي الجروب من خلال طرق، عندنا طرق معينه، طرق الكروماتوغرافيك. زين ان شاء الله راح ناخذها بالمحاضرات الجايه اعطيكم اياها. اذا شوف عندنا الكروماتوغرافيك ميثود انكلود في اللاير كروماتوغرافي، بيبر كروماتوغرافي، والهاي بير فيرمنت ليكويد كروماتوغرافي. ذني طرق يمكن ان نستخدمها في تشخيص المركب، تعرف بروتين، تعرف امينو اسيد، تعرف تانين، تعرف جليكوسايد، واضح؟ حتى تعرف بعدين انه فعلا بيديجوكسين او ما بيديجوكسين. عندنا طرق سبكتروسكوبيك ميثود انكلود الترا فايلت اند فيزبل سبكتروسكوبي، انفراريد سبكتروسكوبي فوق الحمراء، اد ماس، يعني ذني اكو بعض المركبات مثلا تمتص الاشعه الفوق البلمسجيه. مثلا نعرف انه الكليكوسايد يحوي على ديجيتاليس، الديجيتاليس يمكن ان يمتص الضوء الاشعه الفوق البلمسجيه بدرجه 400 وكسر، صح لو لا؟ ونجيب مثلا مركب ثاني يمتص الاشعه الفوق البلمسجيه بدرجه 300 وكسور، فاذا هذا امتص هالكميه وهذا امتص هالكميه وبعدين قسنا الامتصاص ورحنا قارناه عندنا بستاندر ستاندر ستاندر ابزوربشن كيرف، راح نعرف انه هاي الماده فعلا انه ديجوكسين وهاي الماده فعلا انه مو ديجوكسين. هذا اقصد انا اذا انطيتك انون، اذا انطيتك انون، انطيتك هذا الدرج وقلت لك اكشف لي اياه من خلال السبكتروفوتومتري، اكشف لي اياه فعلا هو ديجوكسين لو مو ديجوكسين. الديجوكسين ب او اتش وبي كربون وبي مجاميع فعاله، وهاي المجاميع الفعاله لها القابليه ان تمتص الاشعه الفوق البلمسجيه في درجه معينه. مركبات اخرى من نفس المجموعه، يعني من نفس مجموعه الكاردياك كليكوسايد مثل السيكوال وغيرها، ما تمتص في الالترافايلت. اذا نستطيع ان نميز الديجوكسين عن السيكوال عن غيرها من خلال الترافايلت او من خلال الكروماتوغرافيك، راح نكشف المجاميع الفعاله، واضح الفكره؟ زين الادق مو شرط، اكو قسم يعني احنا نستخدمه الكروماتوغرافيك، واكو قسم الطيفي، اكو ادق واكو صعب، يعني هواي بها تفاصيل. احنا طبعا هذه الكروماتوغرافيك والسبكترو سكوبيك ميثود وغيرها بها تفاصيل وبها يعني ارقام انا مسحتها وما حبيت ان اثقل عليكم، بها ارقام وبها تفاصيل وبها اواصر مزدوجه، يعني اذا امتص الديجوكسين بالاصره المزدوجه يعطيك هلقيت، واذا امتص كذا وذا كذا. مسحتها وقلت احنا مو كيمياء، احنا يعني فارماكوجنسي عقاقير وما تهمنا هاي الشغله، فواخرتها بصراحه. زين اي حسب الدرج احنا راح نشخص. اذا حسب الدرج اعتمادا على شنو؟ تروح للكارت، الكارت للانفورميشن اوف ذا بلانت، للديجوكسين اذا تريد تكشف عنه بيا طريقه كروماتوغرافي او سبكتروفوتومتريك، واضح الفكره؟ تروح للمعلومات مصنفينه ومشتغلينه ومرتبينه ومنطيك كافه المعلومات. فانت اذا تروح تجمع مثلا ديجوكسين وتريد تكشف انه فعلا ديجوكسين، تروح للستاندر. للستاندر شلون هالمختبرات من يقيس حديد عند ستاندر او يقيس هيموغلوبين عند طريقه معينه يمشي عليها، تروح للطريقه وتشوف يا طريقه خاصه او مناسبه
انه اكشف عن وجود مجاميع معينه للكليكوسايد او الديجوكسين امشي عليها. زين، عندنا البيولوجيكال ايفالويشن. البيولوجيكال ايفالويشن when the estimate the potency of crowded drug or its preparation are down by the mean of measurement its effect on living organism. طبعا انا اذا بدي اشوف الدواء يشتغل ولا لا انطيه واشوف يشتغل على البكتيريا لو ما يشتغل. زين، like bacteria fungal growth or animal tissue it is now as a biological effect of the drug compared to the standard drug. By this method the crowded drug can be assessed and further a clinical trial can be recommended. يعني اذا انت شفت شخص بهاي البيولوجيكال يقصد بها انه اجيب الدراج وانطيه، انطيه لاشخاص معينين اشوف اشتغل لو ما اشتغل. انا سويت كبشه الاذره، جبتها وتعبت عليها ورتبتها، اشوف اختار لي فد 50 شخص عندهم حصى عندهم حصوه وانطيهم، انطيهم اقول له يوميا اشرب لي كوب صبح ظهر بالليل زين من هذا النقيع، واشوف انه فعلا اثرت على الحصوه، وقعت لي الحصوه، فادتني. لو كذب ما يشتغل. اذا اشتغل اوكي، اذا احتمال اقره في الدستور، احتمال اصنعه وابيعه. اذا ما اشتغل لا والله اشوف انه ما له اي دور، اجيب لي فد نبات ثاني واطلع الاكتف انجريدينت زين وانطيه الاشخاص اشوفه فعلا انه مثلا الكافيين. ها شلون اخذنا الشامبو الموجود بال ذاك اليوم، اخذنا الشامبو يحوي على الكافيين، اجيب لي فد 50 شخص واقول لهم يابا تعال انت يا شخص، انت شعرك مو تمام، شعرك يوقع، استخدم لي الشامبو لمده مثلا شهرين وتعال. اذا والله اجوني 49 واحد من عندهم شعرهم واقع وما متغير وتلفان، اقول انه فعلا انه الكافيين اما ما موجود از اكتف انجريدينت. يعني شنو معناها صار بي؟ منو يقول لي؟ يلا من وياي لو كلكم ايفابوريتد. لا يا ايمن يلا مو فعال. يعني شنو يا زهراء مو فعال؟ غش صاير بي، غش صاير، اما بيغش بالماده، الماده مو جيده. ها زين شوف، فاذا ما اشتغل عليهم هذا الشامبو اما غش شامبو مغشوش او لا مو مغشوش باكتف انجريدينت لكن تلف تلفان الماده. ليش تلفانه؟ الخزن مالته مو تمام بالمدخر، بالحر خازنينه والاكتف انجريدينت تلفانه فما اشتغل عليهم. اذا يعني اسمي هذا بالبيولوجيكال، بيولوجيكال ايفالويشن، يعني شغل الدراج عليه من على البكتيريا، البيولوجيكال على البكتيريا. بس انا ضربت لكم امثله اخرى، امثله على الشامبو، هو مو بيولوجيكال بس اريد ابين لك انه الشامبو استخدمه حتى اشيك الكونسنتريشن اوف الكافيين الموجود بالشامبو، هل يشتغل على الشعر؟ هل هو موجود؟ هل صار بيغوش؟ في نفس الوقت حتى اعرف انه الدراج اور بلانت دراج يشتغل انطيه واشوف يشتغل على البكتيريا، كل ذا بكتيريا اور نو كلينج فور بكتيريا اند ستيل بكتيريا جروث. اذا ستيل بكتيريا جروث اذا هذا ما بيفائده صح لو لا؟ زين، هنا طيبه تقول يجوز جسمهم ما يستقبله. اي بس احنا شخدنا، اخذنا 50 شخص، ما اخذنا واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اخذنا شخص يعني اخذنا عينه كبيره، اخذنا عينه كبيره، اخذ 100 يعني خلي ثلاثه اربعه خمسه سته 10 انه ما يستقبل شعرهم، والبقيه شلون؟ صح لو لا؟ هم هاي الشركه من صنعت الشامبو هم خذت عينات، خذت فد 100 واحد مثلا 100 امريكي وانطهم الشامبو وشافوا انه الشامبو يشتغل، اذا اقر انه المينوك هذا الشامبو البيكودائين انه يشتغل، شغلته انتهت. بس انا اذا اروح استورد الشامبو من الاردن ها يابا وانطيته ال 50 شخص وما اشتغل عليهم، يعني مو السبب انه الكافيين ما اشتغل، لا احنا ثابتين ان الكافيين يشتغل على الشعر ويقوي البويصله، الخلل بالمستحضر نفسه انه مغشوش، انه ما بي اكتف انجريدينت، انه ما مصنعينه مضبوط. صح لو لا؟ زين، وضحت الفكره يا طيبه؟ طبعا اذا ما يفيدهم ما يضرهم،
بس بعض الاحيان لا يضرهم، ليش ما يضرهم؟ هسه مثلا المتبرعين الكوفيد 19 شلون عرفوا انه الكوفيد 19 يشتغل؟ صنعوا الكوفيد 19 وجو متبرعين وانطهم كوفيد 19. طبعا اكو جماعه ضرروا من الكوفيد 19 لقاح، واكو لا ما ضرروا، واكو استفادوا واكو ما استفادوا. فهذا يسمونها كلينيكال ترايل. زين كلينيكال ترايل، نستخدم بعض الادويه، نجيب متبرعين. طبعا هاي المتبرعين في الدول الاجنبيه ينطوهم فلوس، متطوعين ينطوهم فلوس وحتى يختبرون، يختبرون الماده شو تشتغل ولا لا. فهسه الكوفيد 19 اكو متبرعين انطوهم فلوس وانطوهم كوفيد 19 وكتب استماره انه اذا متت انا بعد استلمت فلوس حتى لو موت. زين فشافوا انه الكوفيد 19 يشتغل لو ما يشتغل، اقصد اللقاح، وبالتالي اقر هذا اللقاح واعتبروه انه از يعني جود فاكسين ويشتغل. ولهذا يعني روجت الشركات العالميه وجاي يستخدمونه حاليا للكوفيد 19 ديزيز. اعتقد بهذا القدر خلصنا المحاضره. اذا اكو سؤال او اي شيء ما فاهمينه. زين اكو شيء مو واضح؟ احنا حسب الوقت ان شاء الله يعني، وبعض الاحيان احنا اذا نتوسع اكو طلاب يقول لك يا ابا انا ما اريد اتوسع، اعطيني فقط المحاضره وتشافيني شر دكتور خالد، واكو لا احب مثلا ياخذ معلومات اخرى. فهي حيره، انت تعطي معلومات موسعه ومفصله، اكو طلاب ما تريد. زين تنطي في شيء بسيط يعني، بس انت المفروض يعني كصيدلاني تكون تاخذ من عند شويه، تاخذ من دكتور فاضل شويه، تاخذ من دكتور شويه، حتى تكون عندك حصيله، وعندك حصيله علميه ومعرفه تقدر من توقف ويا طبيب ويا صيدلاني ويا اي شخص تقدر تحاجه وتسولف عنه، صح ولا لا؟ فتعرف معلومات جنرال انفورميشن، بس انت عرفت شنو بعض النباتات شلون تحفظها، شلون كذا، عرفت الصيدليات فيها مستحضرات شلون تحفظها، يعني معلومات جنرال انفورميشن، يعني حتى لو ما تفيدك في الصيدليه تفيدك في حياتك اليوميه، صح ولا لا؟ اكو سؤال؟ اكو شيء مو واضح؟ طبعا اشكركم شكرا جزيلا على الاصغاء وسعه صدركم وياي ولو طولت عليكم، شكرا جزيلا. بهذا القدر خلصت المحاضره، احنا راح نطلع من البرنامج ونرجع مره ثانيه ناخذ الحضور مالتكم وان شاء الله من افضكم. زين هسه اريدكم يعني تغادرون البرنامج حتى ما يصير لود. زين يعني الحضور هسه اخرج من البرنامج وترجعون اخذ الحضور. اوكي.